انا بدي لك اسمح لي اقول لك يا عمر، انت ما عشت حياتك لنفسك وما عشت شبابك. انا حدا كثير بقدر عمر الشباب، مش مستعده اني استغني عن ولا لحظه منه. انت ما عشت ولا لحظه لنفسك، عشته كله لنا، لكرامتنا، لشرفنا، لعزه نفسنا، لعرضنا. انا كزهره بقول لك انه انا بوعدك ما اتخلى عن ذره من عزه نفسي، عن عنفواني اللي انت ضحيت بكل عمرك كرماله، وبكل شهدائنا كمان وجرحانا واسرانا، كلنا ضحينا كرماله. مش عشان تحدي اقتصادي انا بدي وطي راسي، ومش عشان تحدي اقتصادي بتخلى عن عزه نفسي، ومش عشان تحدي اقتصادي بتخلى عن عنفواني. وشو ما صار وشو ما تعرضنا وشو ما واجهنا، نحن عنا امل فيك، وانت اكيد عندك امل فينا، لانه نحن مش شباب طنبور ومش شباب ضعيف، وثق فينا، نحن عنا طاقات وفينا نعمل. يا سيد شو ما صار عليك من التحديات، نحن معك ووراك وحدك، مش بس بالدم يا سيد، بكل شيء. اكثر شيء يا سيد بعنفواننا وبطاقاتنا وبابداعنا، لانه الله حط فينا كثير، وانت ربيتنا على هيدي العزه وعلى هيدا العنفوان، ونحن مش رح تخلى عنه. بحبك من كل قلبي، من كل قلبي بحبك، والله يحميك يا رب.